اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومره ثانيه طبعا بجدد الترحيب بكابتن محمود صالح نجمنا النهارده ونجم النادي الاهلي، مشرفنا في السادسه. اهلا بيك مره ثانيه كابتن محمود. طيب احنا كنا وقفنا عند كوره الاهلي اللي يعني اللي الناس دايما كانت ممكن تبقى راضيه عن النتائج، لكن تسمع كلام عن الاداء. الاهلي بيطلع يلعب في ماتش صعب جدا، اي فرقه هتقابلها في قبل نهائي دوري ابطال هيبقى مباراه صعبه، بتلعب مع الترجي فرقه تقيله، بتلعب على ارض الترجي، وزي ما اتكلمنا على مقدمات اللي ممكن تكون مع اي فريق تاني غير الاهلي اعتقد كانت هتزود من صعوبه المباراه، لكن النادي الاهلي وجهازه الفني وادارته قدرت تتعامل مع المقدمات دي بشكل معين. لكن لو كلمت الكوره كنت بقول لحضرتك انه اللعيبه ظهرت بشكل مختلف، طريقه مستر موسيماني والتكتيك اللي استخدمه مع معين الشعباني كان مختلف. من وجهه نظرك اسباب الشكل اللي ظهر بيه اداء النادي الاهلي؟ هو طبعا يمكن كلنا في نقطه اثناء الفتره طبعا في الفاصل هي الفتره الراحه، الحقيقه كان في فتره كبيره الراحه. اخر مباراه رسميه كانت لينا يوم 28/5 والترجي كان 26/5، يعني في اكتر من 3 اسابيع. طبعا ما فيش شك فترات الراحه دي بتبقى محتاجه تخطيط اخر، يعني اثناء الموسم المباريات بتتم بشكل اعتيادي ومعروف، يعني قبل المباراه ايه اللي بيتم، شكل التدريب بعد المباراه، قبل المباراه بثلاث ايام الاعداد بيبقى شكله ازاي، في حاجات ثابته بتتم، فما بيبقاش في صعوبه في التخطيط لوضع البرامج التدريبيه. في فترات الراحه دي في منتهى الصعوبه. انا ما اجي احط برنامج تدريبي في فتره فيها راحه قبل مباراه فيها اسبوعين ثلاثه، ده بالنسبه لي صعب. بتبقى صعبه طبعا. يعني انت شايف انه البرنامج التدريبي اللي اتحط النادي الاهلي سهل من مهمته؟ بالتاكيد. والعكس فيما يتعلق بالترجي؟ بالتاكيد، لان كان في تفوق بدني عالي جدا، خصوصا ظهر مع نهايه المباراه في اخر 20 دقيقه، اخر 25 دقيقه. البرنامج التدريبي دوت زي ما قلت لحضرتك بيبقى فيه صعوبه، فيه صعوبه. فيعني كل التقدير والتحيه للوضع هذا البرنامج، المعد او المسؤول عن التخطيط البرامج البرنامج التدريبي مع طبعا المدير الفني وباقي اعضاء الجهاز، اكيد اتعمل بشكل كويس. تمام. واعتقد ده كان سبب كبير جدا في تفوقنا، وسبب كبير جدا ان هو اعطى الثقه للاعيب النادي من البدايه. انت احساسك لما تكون في فورم رياضيه جيده والتوب فورم في التوب فورم بتاعك، اعتقد انت اللاعب دي مع بدايه المباراه كلاعب اعتقد دي بتديك ثقه كبيره قوي مع اثناء سير المباراه، احساسك بالتفوق على الخصم اللي موجود امامك يعني. فدي ما فيش شك، دي البدايه. البدايه الثانيه اعتقد هو بدا على فكره بزون ديفنس نادي الترجي من وسط الملعب، دفاع منطقه من وسط الملعب، قد يكون هو عايز يعمل لها مفاجاه ولا ايه، على اعتبار ان احنا منتظرين ان هو هيهاجم بكثافه ويبقى احنا لينا لخبط لنا حساباتنا يعني. يبقى بالظبط، يعني تبقى يعني انت مخطط ان انت تبدا بدايه معينه، هتلاقي الوضع معكوس بالنسبه لك والظروف غير عكس ما توقعت. النقطه الثانيه برضو هو حب جدا يستغل علي معلول. علي معلول رائع طبعا في الناحيه الهجوميه وامكاناته الهجوميه رائعه، حب نستفيد منه الحقيقه. فاحنا بدانا تقريبا بحمدي فتحي كان بيبدا بقلب دفاع، وايمن اشرف كان بيبقى في مركز الظهير الايسر، وبعتقد ده سبب يعني ان يمكن علي معلول قعد فتره طويله ما بيلعبش، تقريبا قعد 4 شهور بعيد عن بسبب الاصابه طبعا، بسبب الاصابه طبعا، بعيد عن المباريات الرسميه، عشان ينتقل علي معلول من التلت الدفاع للتلت الاوسط او تلت المناورات. التلت الهجومي اعتقد دي هتبقى فيه مشكله، محتاج يكون الفورمه الرياضيه بتاعته عاليه وجاهز يعني تماما للمباراه. هو حب يديله بس يعني التحرك في مساحه من المنطقه الوسطى، يقلل اللعيبه عليه شويه او يقلل الضغط عليه شويه.